السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنشوف مع بعض اعاده تدوير لحاجات قديمه وبنرميها. اول فكره هنستخدم فيها سبت من اثبته الفاكهه البلاستيك، وهبتدي كمان استخدم كرتون، وهبتدي اخد المقاس بتاع نص السبت بالظبط. هستخدم هنا كرتونتين هيكونوا قد بعض، وبرده هاخد المقاس بتاع طول السبت بتاع الفاكهه. طبعا هيختلف على حسب المقاس بتاع السبت اللي انت مستخدماه. السبت ده مش عريض قوي، طبعا في احجام اكبر من كده. هبتدي دلوقتي ان انا اثبت الكرتونتين في بعض. لو متاح عندك انك تستخدمي الخشب ممكن تستخدميه بدل الكرتون، هيدي كمان معاكي نتيجة احسن، بس لانه مش موجودة عندي هبتدي هنا استخدم كرتونتين في بعض. وكمان احط شمع كده في الجوانب، هسيب الجنب بس اللي هو من قدام ده مش هحط عليه شمع، وهبتدي اثبت الجزء ده جوه السبت. هاخد المقاس اللي انا عايزاه، خليت الجزء اللي هو متقسم من فوق اقل شوية من الجزء اللي تحت، يعني ما قسمتش السبت بالظبط. وهستخدم كمان كرتون رول المناديل، وبعد كده هبتدي ان انا اقسمه نصين. خدت واحد بس منه وهو مقاسه تقريبا 24، فهبتدي اقسمه نصين قد بعض. وبعد كده هاجي من عند الحرف وهبتدي اعمل شكل دوران، بس مش هوصل للاخر. الجزء اللي انا حددته ده ببتدي ان انا اقصه. هقص الكرتونه التانية برضو بنفس الطريقه، وبعد كده هبتدي احط كميه شمع على الناحيه التانية، وبغلف بقى الجزء ده بقطعه من الكرتون يكون تقيل شوية برضو. تمام، ونفس الفكرة في الجزء التاني من الكرتون، ببتدي اقفله من الناحية التانية بكرتونة من الكرتون التقيل اللي استخدمناه. هستنى شوية لحد ما ينشف، وبعد كده هشيل كل الزيادات من الكرتون اللي حواليه. كده قفلناها بشكل اسطواني وبقت مقفولة كويس جدا، وكمان تقدري ان انتي تحطي فيها اي حاجة مش هتقع منها. تمام كده. وهبتدي بعد كده ان انا اجيب السبت. طبعا انا ثبتت الرف اللي احنا عملناه في النص ده، ثبته كويس جدا. وبعد كده هبتدي اثبت عليه رول الكرتون. المقاس بتاع الكرتونه اللي حطيناها رف في النص دي كبيره، ممكن تعملي اكتر من جزء من رول الكرتون ده وتثبتيهم بنفس الطريقه. هستخدم بعد كده الاسبري وهرش السبت كويس جدا وهسيبه ينشف معايا. هرشه هنا باللون الذهبي هيدي شكل حلو جدا كمان، وهرش معايا الكرتون كله اللي احنا ثبتناه جوه السبت. السبراي ده سألتوني عنه كتير، موجود عند الموان وسعره بيبدأ من 15 جنيه. فيه طبعا أنواع كتير بتكون أحسن وبتكون أغلى. هبتدي بعد كده بعد ما ينشف وأتأكد إن هو نشف كويس جدا، هستخدم هنا أي شريط تزيين. أنا هستخدم معاكم شريط البونبون الملون ده، وهبتدي أثبته على الطرف بتاع السبت كله، وكمان هحط عند الجزء اللي هو بتاع الكرتون اللي من قدام. وطبعا التزيين ده اختياري، يرجعلك انتي، تقدري تستخدمي الحاجة المتاحة بالنسبة لك، وكمان تكوني شايفاها شكلها كويس. هستخدم بعد كده الكاوية وهاجي اعمل فتحتين صغيرين من عند السبت من فوق، فوق اليد كمان بتاعة السبت شوية، وهبتدي اعمل فتحتين كده جنب بعض. هستخدم هنا خيط الخيش او اي خيط عندك، مفيش مشكلة خالص. وهنبتدي نعمل علقة للسبت ده، هربطها كويس جدا بالطريقة دي، بعديها من عند الفتحة اللي احنا عملناها، وعديها برضو من الفتحة التانية، وبعد كده هربطها من الناحية التانية كويس قوي عشان ما تفكش مني ولا تقع. هنبتدي نربطها كويس جدا من الناحيتين عشان تثبت معانا وما تفكش نهائي. المنظم ده بقى نقدر ان احنا نستخدمه للكراسات والكتب. فكرته بسيطة وسهلة جدا، وكمان تقدري ان انت تعلقيه بمنتهى السهولة. والجزئين اللي احنا عملناهم من الكرتون تقدري تحطي فيهم الالوان وكمان الاقلام. منظم بسيط وكمان مش هياخد معاكي مساحة نهائي. كمان تقدري تستخدمي سبت يكون اكبر من كده، هياخد معاكي كمان كمية اكتر من الكراسات والكتب بتاعة الولاد. ممكن نزود كمان من الكرتون اللي عملناه من فوق، وتقدري بعد كده ان انت تعلقيه في مسمار يكون ثابت كويس جدا في الحيطة عشان يثبت معاكي وما يقعش. فكرة المنظم بسيطة وسهلة جدا، وكمان استخدمت معاكو خامات بسيطة. تقدري تستغني عن اي حاجة من اللي احنا استخدمناها وتستخدميه زي ما هو. الفكرة التانية هنستخدم فيها اي غطا بلاستيك، هنبتدي ان احنا نغير من استخدامه. الغطا ده ممكن نرميه، هنشوف دلوقتي ممكن نستخدمه اكتر من استخدام كمان. انا بس هغير من الشكل بتاع الغطا من بره. هبتدي ان انا اثبت عليه حبل الغسيل، ده حبل بيبقى موجود منه الوان كتير جدا، موجود في محلات الادوات المنزليه. لو انتي مش عايزه تستخدميه كده ممكن تستخدمي الفوم، اي ستيكر بيكون شكله حلو. استخدمي الحاجه المتاحه بالنسبه لك وبرده ما تكونش مكلفه. دايما بتسال على الخامات اللي انا بستخدمها. الخامات اللي احنا بنستخدمها دي لإعادة تدوير فكرة واحدة تبقى تكلفتها بسيطة جدا. تقدري تستخدمي طبعا الحاجة اللي تكون متاحة بالنسبة لك وموجودة عندك في البيت عشان ما تكلفيش نفسك. هبتدي بعد كده ان انا الف الحبل كله على الغطاء لحد ما بغلفه بنفس الطريقة دي، بثبته بقى من على الحرف كده بنقطة بسيطة من الشمع.
بثبته كده من على الحف كويس جدا عشان ما يفكش تاني. وبعد كده هستخدم كمان جبير وهبتدي ان انا اثبته على الطرف من فوق، هيدي شكل احلى كمان للغطا. فهبتدي ان انا اثبت منه بالطريقة دي على الطرف بتاع الغطا من فوق، فوق الحبل اللي احنا استخدمناه. وكمان هبتدي ان انا اثبت اكتر من خرزة، من الخرز ده بيبقى موجود عند المحلات بتاعة ادوات الخياطة، ممكن تستبدليه بأي خرز عندك يكون شكله حلو برضه، وتقدرين تثبتيه كده على الغطا من تحت. وبكده نكون عملنا علبة شكلها حلو جدا، ممكن تستخدميها للدبابيس والتوك، ممكن كمان تستخدميها للبرايات والأستيكة وتخليها في المنظم اللي احنا عملناه من السبت، وممكن كمان تستخدميها كفازة بالطريقة دي وتحطي فيها وردة من الورد الصناعي بالشكل ده كده، فكرتها بسيطة وسهلة. هستخدم ورقة فوم اي لون انت تحبيه، هبتدي اقسمها كده بالطول، هقسمها نصين، النصين يكونوا قد بعض، وهبتدي اقص كده ورقة الفوم من النص. ممكن تستخدمي فوم عادي، ممكن تستخدمي فوم جديد زي ما تحب. دي كرتونة او علبة كان فيها يعني الفراخ اللي هي الستريبس، ولما خلصت انا حبيت ان انا اعمل بيها الفكرة دي، هبتدي كده اثبت الفوم عليها. تمام، هثبت على الجزء اللي من قدام ومن الجنب. هنثبتها بالشمع كويس جدا، ممكن تستخدمي الفوم اللي هو ظهره فيه لزق برضو يسهل معاكي. هثبت برضو الجزء التاني من ورقة الفوم بعد ما اقفل كده الاجزاء دي كلها. كده بعد ما ثبت ورقة الفوم على العلبة بالشكل ده، هبتدي بقى اقص زيادة اللي موجودة عندي في العلبة، الجزء اللي هو مش متغلف. اي علبة عندك تنفع فيها الفكرة دي، بس المهم تبقى العلبة جامدة شوية معانا. هشيل كل زيادات الكرتون وهبتدي اجيب فوم، دي بقى فوم لون تاني برضه يكون ماشي مع اللون اللي انا مستخدماه. هبتدي كده اغلف الجزء اللي هو في الظهر بتاع العلبة، الجزء اللي من تحت، بحط عليه شمع وبعد كده بثبته على الفوم وأقص كل الزيادات اللي هي بعيدة عن الجزء ده. تمام، هجيب بقى قطعة فوم برضو نفس اللون بقى اللي أنا استخدمته كده ودخلته مع اللون الأخضر ده، هجيب قطعة تكون على قد الجزء اللي هو من قدام، أقل حاجة بسيطة، طبعا هيختلف على حسب حجم العلبة اللي انتي مستخدماها. تمام، وهبتدي أثبتها كده على الجزء اللي في الظهر، هاجي عند الجزء اللي من قدام وهعمل زي زاوية كده بسيطة نص دايرة، حتى الجزء اللي انا قصيته من ناحية خدته وقسته على الناحية التانية عشان يطلع معايا مظبوط. بساوي بقى الزيادات اللي موجودة عندي دي. تمام، وهجيبها كده على قدام، هبتدي اقص قطعة كده من الفوم طولها حوالي 4 سنتي، وبرضه هاجي عند الحرف وهعمل زي نص دايرة كده من الناحيتين، هبتدي اثبت نص الجزء اللي انا عملته دوت على الجزء اللي انا حطيته على الفوم بالشكل ده، وهبتدي اجيب قطعه من الاسكوتش وهثبتها. طبعا هي هنا جزئين، فهبتدي اثبت جزء كده على الحته اللي انا ثبتها في الفوم من قدام، الجزء التاني هيبقى على الفوم اللي هو على العلبه نفسها. هقص كده قطعتين من الفوم طول بعض، هيبقى طولهم حوالي 20 سنتي، وهبتدي اثبتهم، بس هثبتهم على الجزء اللي هو ما فيهوش جليتر، هثبتهم في نص الكرتونه على الفوم، وهيجي كده عند الناحية التانية وهجيبها بزاوية شوية، وطبعا انا بثبتها لجوه. وبرده الجزء التاني من الفوم نفس الفكرة، ممكن انتي تاخدي مقاسات غير اللي انا واخداها شوية، يعني اكبر حبة او اقل زي ما تحبي. بيتهيألي هي كده شكلها واضح، وهبتدي برده اثبت الجزء اللي من فوق ده عشان يعني الفكرة او الحاجة تبقى ثابتة معايا كويس. هستخدم برده قطعة من الفوم، هيبقى مقاسها حوالي 4 سنتي أو 5 سنتي، والعرض بتاعها 1 سنتي بس، وبعملها برضو بزاوية كده، وبثبتها على الحزام اللي أنا عملته على الشنطة، بثبتها من جوه. تمام، برضو بجيب قطعة من الفوم تكون أكبر شوية، وبعمل يد للشنطة. استخدمي الألوان اللي انت تحبيها، بتستخدمي بقى فوم وتعملي بيها الفكرة دي برضو. بس كده هستخدم بقى الاستراس عشان اداري كل المقابله بتاعه الفوم ببعضه للون اللي انا مستخدماهم عشان يبقى شكلها حلو. هستخدم صف واحد بس من الاستراس، هزين بقى كل الحروف اللي موجوده عندي في العلبه. انا كده حطيت على الجزء اللي هو من قدام في العلبه ومن الجناب وفي الجزء اللي من تحت بس، هجيب كده اشكال، الاشكال دي موجوده في المكتبات،
اشكال الايموشن هي كانت موجوده عندي، فانا هستخدمها ولايقه جدا مع الالوان اللي انا حاطاها. استخدمي بقى اي اشكال، او ممكن تعملي اي شكل من الفوم برضو. وده كده شكل العلبه. طبعا ما حدش هيصدق ان هي علبه، العلبه عشان جامده فحلوه، ولو عايزه تغلي فيها من جوه ما فيش مشكله، تقدري برضو تغلي فيها. ثبتنا الفوم كويس جدا، وطبعا نقدر نستخدمها هنا كمقلمه وعلبه للالوان وللمساطر. زي ما هتاخد بقى معاكي، هي هتاخد المسطره بس، هتبقى يعني باينه شويه من العلبه. ممكن تحطي فيها كل ادوات المدرسه لبنتك او لابنك، ممكن كمان تبقى مثلا الادوات المذاكره في البيت. فكره عمليه وحلوه جدا وشكلها كيوت.